هي سوريا بكل أطيافها تقدم فلذات أجبادها دفاعاً عن ترابها الطاهر. لم تبخل ولم يبخلوا شهداء الوطن بدمائهم الطاهرة وهم باقون في ذاكرتي. الشهيد وآل عثمان هو أكبر أولادي والحمد لله رب العالمين. الله أكرمنا في مكرم كبير والحمد لله رب العالمين. فداء الله الوطن وقائد الخالد والحمد لله رب العالمين، ومستعدين للتضحية أكثر وأكثر. والدة الشهيد وائل عثمان كانت علاقتي فيه مثل علاقة أي أم بابنها، وخاصة هو ابني البكر. يعني ربي تحمي يا رب الجيش السوري جيش الشعب، يا ربي تحمي يا رب الجيش السوري جيش الشعب، رمز العز والأفكار صاحب مجد ما بينطار، لما بيمشي هز جبال عيديه هون الصور. وني ما كتير تهنيت، ما كتير شفته أصلا. صف 11 طوع بالصقور، شهرين ثالث جابوا لي عريس وشهيد. كان بيحب الوطن ويحب يدافع عن الوطن. قلوا يا ماما لازم تدرس، قال لي بدرس وبدافع عن الوطن. يا ماما ما فيني، دم محامي كان يحب، بده يعني كان رجال قبل اوانه. تحسي اندفاع وحبه، وراح مره على حلب ورجع وابوه رجعه وقنعناه بالدراسه. كان يحبه وشاطر، كان من الاوائل. فعلا اسمه وائل وكان من الاوائل. أنا أخوي الشهيد وائل افتخر فيه وافتخر بشهادته، والله يرحمنا فيه ويرحمه. وبحب إنه أحكي إنه كان قبل ما يروح كان يوصلنا نتبع على البيت تبع أخواتي، وأي شيء قبل ما يروح أي شيء يصير معي فورا يقول لي حاكيني. أنا ممرضة بالمشفى الوطني، وقت اللي بيوصل المصابين أو الجرحى بركض أول وحدي. أصلاً أنا بركض أول وحدي وبشوف للمصابين اللي بعمره، بحسه ابني فعلاً وبداوي كأنه يعني بعامله كأنه ابني، واللي أكبر منه بالعمر كأنه أخ لإلي، ومن قلبي وبهتم فيهم أنا. شيء إنه كرمال إنه أنا بحب شغلي وبحب الوطن، بس كرماله بتزيد محبتي وشغلي أكثر كرمال الشهيد ابني. ابني الحمد لله كان مثل ما انك شايفه صوت، يعني سوق، يعني عمره 17 سنه وشهرين. والله فقدنا شهيد، يعني انا بعتز بشهادته وبفتخر فيه وبشوف حالي قدم كل العالم انا. والله وقت اللي استشهد الشهيد وائل عثمان التحق خدمه الله الوطن بالقوات المسلحه بغايه حمايه البلد وتحرير البلد من المسلحين. والحمد لله رب العالمين، كان شاب قبضاي وجبار وفعلا كان جريء ومقدام يعني. والحمد لله رب العالمين هو طلب يروح لحاله، نحن ما دفعناه نهائيا، لكن لحاله التحق مع القوات المسلحة دفاعا عن الوطن وعن أهل الوطن وعن قائد الوطن. ورب العالمين شرفنا تشريف كبير بشهادته، وهذه مكرمة من الله لا تقدر. أنا كنت متوقعت لهاللحظة صراحة، بس ما بيها السرعه. طبعا آخر تليفون حكيته كان بده يجي على أسبوع الأربعين لخاله، مثل اليوم حكيت وتاني يوم استشهد، ويوم 40 خاله كان استشهاده ودفنه. صراحة كان يعني أنا انصدمت وتفاجأت. يا حرم كان عم يتصل فيني ويقول لي إنه ماما بدي إيجي أحضر 40 خالي، قام إجاني شهيد. والله أنا حقيقة أنا أبارك في أحد التعازي الشهداء، بقدم تهنئة الشهداء في بسنادة، كان في شهيد بسنادة. ما أن طلعت من تعزية الشهيد ولا على شارع الثورة بيجيني هاتف من خيي الشهيد لؤي عثمان، كمان استشهد بعد ابني بثلاث شهور اربع شهور، بخبرني بيقول لي ابنك انصاب. لكن لما سمعت انه انصاب حست قلبي الحمد لله، يعني جاني احساس كامل الشهادة، لأنه ابني بعرفه شجاع ومقدام،
وما بتصور ما بتصور كان معه مين يوازيه بجرته. فتوقعت له الشهادة لأنه هو كان طالب الشهادة، وفوق هذا كله رب العالمين كان بيحبه فعلا. فالحمد لله انتقل إلى جوار ربه. ما نقول انتقل إلى رحمته تعالى، لأنه فعلا هو انتقل إلى جوار ربه، لأنه شهداء أحياء والحمد لله، انطلاقا من كلام رب العالمين: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والحمد لله أنا ما عندي أي إحساس بأنه إلا أنه حي والأحياء يرزقون. حقيقة أنا ما بنظر له إلا نظرة حي، وهذا كلام ما بشك فيه ولا بطعم فيه حقيقة. والحمد لله رب العالمين، وأنا زلمي رب العالمين أعطانا إيمان وهدانا، وعندي يقين بالله رب العالمين وبكلام رب العالمين. فالحمد لله أنا واثق تمام الثقة، الشهداء أحياء بيرزقون. والله كنت بالبيت، كان يوم سبت 14/13/6 كان يوم. اتصل أبوه فيني وخبرني إنه متصاوى، هيك اجيت الأخبار يعني بكسر. بس من يوم من لحظة خبرت فيها قلبي حسن. تعرفي أم وابني البكر هو، قالوا لي انه بالمشفى، ورحت على المشفى واجينا وناطرين. بس انا بعرف انه هو مستشفى، قلبي حسني، وبعرف يعني بتعرفي الحاسي عندي كان حاسي سادسي. هيك تلقيت الخبر. يعني والدة الشهيد صبورة وعندها قوة والحمد لله رب العالمين. فبداية الامر يعني شو بدي، بداية الامر اكيد يعني لابد من اي عائلة تنصرع يعني بهذا الخبر. بس لكن رب العالمين هدانا الصبر، وانزل الصبر قبل والسكينه قبل ما نعرف هالخبر. انا بعتبره خبر، ما راح اقول لك خبر مزعج او لانه مكرمه من الله حقيقه. والله اجت الناس باركت لي بشهادته، وانا كنت متوقع انه كون يعني انا كنت صبوره، الله اعطاني الصبر لانه شهيد. بس بتضل الحرقة بالقلب، الفرقة صعبة. طبعا هو ابني وأكيد أنا زعلت كتير كتير، بس الفرقة صعبة والله صبرني، ولهلا الحمد لله الله مصبرني. بلادي ما بتنهد وشمسها ما حد بيردها، ما في قوة فوق الأرض علينا فيها تتعدى، عروش بلادي ما بتنهد وشمسها ما حد بيردها. المفتر حاله فرعان أمره عم يمشي هالكون، لو جرب يتفرعن هون نكسر إيده لو مدى. المفتر حاله فرعان أمره عم يمشي هالكون، لو جرب يتفرعن هون نكسر إيده لو مدى. سور الجو سور الغرب جالك سوريا، نحنا عالإنجيل وعالكتاب ترابك نحميه حلفنا. سور الجو سور الغرب جالك سوريا، نحنا عالإنجيل وعالكتاب ترابك نحميه حلفنا. لما تنادي ولادي وين ما بيلحق يغمض لك عين، بينفوك الملايين لو عالموت منتحدى. لما تنادي ولادي وين ما بيلحق يغمض لك عين، بيلفوك الملايين لو عالموت منتحدى. ما في قوة فوق الأرض علينا فيها تتعدى، روش بلادي ما بتنهد وشمسها ما حد بيردها.
صعب الليل نهار يصير غرمان الصحراء تلمع وأصعب يا غاصب بكتير ورد من بلادي تشمع صعب الليل نهار يصير غرمان الصحراء تلمع أصعب يا غاصب بكتير ورد من بلادي تشمع بلادي الكلمة والإيمان ما بترضازل الطغيان يوم الكونها الرحمن أطعم للجنة عدى بلادي الكلمة والإيمان ما بترضازل الطغيان يوم الكونها الرحمن أطعم للجنة عدى علينا فيها تتعدى عروش بلادي ما بتنهد وشمسها ما حد بيردها اللي مفكر حاله فرعان بأمره وعم يمشي هالكون لو جرب يتفرع الهون نكسر ايده لو بدا نكسر ايده لو بدا اجوا رفقاته وما اكسرهم أنا أجوا متأخرين لأنه يوم اللي استشهد ابني كان بتاريخ 14/6/2014 يوم معركة كسب يوم تحرير كسب نزلوا من السيارة من أول نزلتهم من السيارة أنا ما بعرفهم وصلوا الساعة 10 بالليل من السيارة شيء 7-8 قال قائد المجموعة اللي نزل طبعا ما نذكر اسمه يعني أول ما قبل ما يدخل شاضر التهنئة طبعا كان قدام البيت نادى انه وين ابوه للشهيد وائل نادى باعلى صوته ومن صوت يعني ملأ الحاره بصوته والشباب انه وائل كان شجاع وكان مقدام وكان بطل بمعنى الكلمه وبدون اي مجامله لانه حقيقه حكى لي انه هو اللي قادر على النصر للمجموعه هو اللي شجعهم علما كانت المنطقه اللي اقتحموها جزء كبير من الارض بلغوا كلها ألغام يعني وحتى الشهيد وائل حكى لي أحد أصدقائه أنه كان سبحان الله لا إله إلا الله كان يستغرب أنه كيف يمشي في منطقة كلها ألغام ولا انفجر في لغم جنبه صديقه من بيت شهيد استشهد من بيت وردي من طرطوس طبعا سبحان الله ما انهزت في شعره تابع هجومه على المسلحين الموجودين على بعد 100 متر أو 50 متر أو حسب ما حكوا لي وروا طبعاً كنت مخططين أنا وأبوه هو كان مخطط يدرس ويصير محامي وأبوه جهز المكتب وكان شاطر كنت أنا يعني قلت بدي أشوف حالي يعني بشوف حالي فيه كنت صراحة وقت اللي كان صف 11 وعساس يدخل بكالوريا أدبي ويصير محامي على طلبه وطلب أبوه وطلبي أنا كان بيحب الفرع الأدبي هو بس هيك الله كاتب له كنت حابب وعطيته يعني خطوات يسلكها بالعلم من مفهوم من دراسة من برنامج حيث انه يوصل لمرتبة محامي يعني يتعلم ومكتب يعني مكتب جاهز على اساس انه يكون هالمكتب له وهو كان محب للفكرة تماما يكون محامي فعال بس لكن رب العالمين سبحانه وتعالى أحبه واللي بياخده رب العالمين ما أحلى الحمد لله رب العالمين أكرمنا فيه بهالشهادة والحمد لله هو كان بيحب يصير محامي بعد ما بيخلص يدرس بالجامعة ويصير محامي بس أنا برأيي نال الشهادة العليا اللي هو كان متمنية أصلا هو متمنية لهالشهادة لهيك هو راح بقناعته أولادي بشكل عام دللون يعني ما بنقص عنهم شيء والحمد لله رب العالمين أنا حكيت معه يا بابا خليك بدرسك خليك سنة خلي قدم بكالوريا وثم على الكلية شو رب العالمين بيسرها لكن رب العالمين سبحانه وتعالى أحبه أخده فكان كثير كان لطيف مع أخواته وكان محب لبيته ومحب لأمه ومحب لجيرانه لأصدقائه وكان خدوم سبحان الله لكن رب العالمين مثل لك ما فينا من نوقف وجه رب العالمين ورب العالمين أكرمنا هالمكرمة فشكرا لله والحمد لله أنا وقت بشوف رفقاته بنبسط لما بشوفه لأن رفقاته من ريحته بس كتير بتأثر وخاصة وقت اللي طلعت نتيجة البكالوريا يعني أنا كنت ناطرته بفارغ الصبر وحكيت مع رفقاته ومع أهاليهم باركت لهم بس كمان كنت مقهورة كتير لأني كنت بتمنى هاللحظة أنا بس الحمد لله هنا الشهادة أعلى منا واللي هو أنه شهيد
شممت تربك، شممت تربك لا زلفى ولا ملقى، وسرت قصدك لا خبا ولا مذقة، وما وجدت إلى لقياك منعطفا إلا إليك، ولا ألفيت مفترقا. كنت الطريق إلى هاو تنازعه نفس تسد عليه دونها الطرق، وكان قلبي إلى رؤياك باصرتي حتى اتهمت عليك العين والعدق. وائل كان طيب، وائل كان خبضاي وشجاع، وكان متقدم بمدرسته على فكرة، يعني أخذ بالسنة بالإعدادية عفوا بالإعدادية أخذ 269 أو 279، يعني كان من المتفوقين، ما كان يكره الدراسة بالعكس، بس سبحان الله الله أحبه. طفولته كانت كتير حلوة، وكان مهذب وعاقل وهني ومحب لأمه ولأبوه ولأخواته حتى لرفقاته، وكان يحب يعني يلعب رياضة، يلعب كاراتيه، كان مسجل كاراتيه كل فترة مرحلة، مثلا يجيب حزام. يعني هيدي الطفولة هو صراحة فقدان ونساني كل شيء، بس طفولته أكيد ما رح أنساها. كان من الأوائل بالكاراتيه بالمدرسة، شو بالسباحة، بشو ما راح يكون من الأوائل، حتى بالصقور الصحراء كان من الأوائل. وقت اللي راح يعني كانوا يقولوا له مثلا درس رياضة، يقولوا له أنت يا وائل اسمك وائل ومن الأوائل. علاقتنا كانت قوية كتير وحب بعض، هاي كان وصلنا أنه أدرس منيح تبع أخواتي، بعده أنه أكمل عنه وأخذ بتاره ودافع عن وطني، وكان يعلمنا أنه نحب قائدنا وأرضنا ووطننا، وكان شجعنا على الدراسة ويعلمنا كيف أنه ندرس أكثر وأكثر. الوطن هو أمنا، أمنا الكبيرة، والوطن هو كل شيء بحياتنا. نحن مستعدين دائما وأبدا، أولا وأخيرا، كبيرا وصغيرا، في سبيل الوطن نقدم واحد ورا الثاني. كله الله يرحمك يا أخوي وائل، ونحن نستفقدك كثير، وكنا نتمنى أن تضل معنا ونشوفك محامي كبير. وائل قدس الله روحه وأرواح شهداء الأبرار أطهار، كلمتين مختصرات فعلا ما فيني بطيح بالكلام، فعلا شجاع مقدام، الوطن غالي كتير كان عنده والله، وراح وغادرنا، غادرنا وجاع، يعني فعلا جالي طعمينا وما أكل يعيشنا، والحمد لله. وأمثاله كتير جاعوا لحتى ناكل، عطشوا لحتى نشرب، وماتوا لحتى نعيش. طبعا أهم من أهم مننا إحنا هالوطن يعيش، وهالوطن يزدهر، وهالوطن يحل فيه الأمن والأمان والسلم والسلام. الحمد لله رب العالمين، مكرم من الله والحمد لله. حل جبينك هي سوريا، بالدم الغالي مغطيها، نحنا أهلك منا وفيها، نحنا سياسة اللي منحميها، نحنا أولادك يا سوريا. حل جبينك هي سوريا، بالدم الغالي مغطيها، نحنا أهلك منا وفيها، نحنا سياسة اللي منحميها، نحن أولادك يا سوريا. كل لحظة بغصة عم تمرق، كل دمعة جمرة عم تحرق، والشمس اللي بتصحى عليك بتنحقلك، عينيك بتشرق، نحن أولادك يا سوريا. كل لحظة بغصة عم تمرق، كل دمعة جمرة عم تحرق، والشمس اللي بتصحى عليك بتنحقلك، عينيك بتشرق. حلش بينا هي سوريا، بالدم الغالي.
تنبوء